اوف اوف ليش كل هذا ليش؟ اي دين اي قلب اي جنس، انت والله لو عدوك ما سويت فيك هذا الضرب. اي ليتها بردت عليك ولا جابتك، تضربها بيدك وهي صارت عليك وكبرتك وحرمت نفسها بس علشان تعيش وتكبر وتصير رجال. تضربها بيدك المفروض اللي هي تقول لها عون وتبعد عنها كل اذى. كلب انت؟ لا والله ما انت كلب. شوف شوف الكلب اوفى وارحم منه. هذا الكلب رفض انه يجلس في البيت لما شاف الاسعاف اخذت صاحبه. شوف شلون يركض ويلهج وكانه يفرج بعيون اصحاب الاسعاف يوقفون وقفوا وقفوا خايف على صاحبه ما يحصل احد يراه. استغربوا لين وقفوا له واخذوه حتى انه صار يدخل معه المستشفى ويجلس على سريره. وانت يا بطل على امك والله انك ما تسمى ذلك الكلب لانك بلا دين ولا رحمه ولا انسان.